نحن هنا في قسم الأطفال الخدج في مستشفى شهداء الأقصى. معظم هؤلاء الأطفال مهددون بالموت المحقق في ظل أزمة الوقود التي تعصف بمشافي القطاع. وزارة الصحة حذرت من انقطاع التيار الكهربائي على مستشفياتها، ما قد يهدد أكثر من 150 طفلا في هذه الحضانات. من قبل الحرب وقبل العدوان بالكاد بنقوم واجبنا على أكمل وجه في ظل شح الموارد وفي ظل الحصار المفروض، ولكن بعد الأحداث الأخيرة ونزوح معظم أهالينا من الشمال زاد الحمل على المستشفى كتير وعلى قسم الحضانة بوجه خصوص، وصار عندنا حالات دخول كتير في قسم الحضانة اللي بيحتاجوا أجهزة تنفس صناعي وجلها طبعا بدها كهرباء تصير، ولا سمح الله لو تم انقطاع الكهرباء لمدة بسيطة هؤلاء الأطفال كلهم سيواجهون الموت البطيء. وفي ظل التحذيرات بنفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية للمشافي في غزة، يعبر كثير من الأهالي عن قلقهم على أبنائهم خشية توقف عمل هذه الحضانات. احنا خايفين كتير، يعني كتير كتير خايفين، يعني مش خوف مش طبيعي. احنا بنطالب الكهرباء تتوفر عنا، بنطالب احنا المستشفيات يوفروا فيها كل اشي بلزم لأطفالنا، يعني احنا بحاجة لكل حاجة، يعني لكل اشي احنا بحاجة، يعني بدنا يوفروا لنا للأطفال اهم اشي المستشفيات، يعني عندها نقص عجز كتير كتير، يعني فهذا كله بدمر صحة الأطفال، يعني فبيعمل هدر وبيعمل وفاة عند أطفالنا. يعني إحنا بنطالب في كل العالم، إحنا بنناشد كل الناس، بنناشد كل الدول. تحييد القطاع الصحي عن الاستهداف وتوفير كل مقومات الرعاية الصحية للمرضى والجرحى في غزة مطلب يؤكد الفلسطينيون عليه في ظل الحرب الإسرائيلية. أحمد غانم، غزة، الميادين.